اختتم المؤتمر التربوي 42 أعماله الذي عقد تحت شعار مناهجنا التربوية ومتطلبات النهضة، وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. وقد خرج هذا المؤتمر بالعديد من التوصيات التربوية الهامة فيما يتعلق بتطوير المناهج وبالتنمية المهنية للمعلم. المنهج هو العمود الفقري للمنظومة التعليمية ككل، لذلك لابد من استقامته وتقويمه وتطويره بحسب ما تقتضيه المتغيرات وبما يناسب الثورة العلمية المعرفية والتكنولوجية. هذا ما خلص إليه المؤتمر التربوي 42. خرجنا بعدد من التوصيات، هذه التوصيات طبعا يعني إن شاء الله سترفع إلى جهات العليا سواء في وزارة التربية أو المستفيدين منها وكذا. فكانت هذه التوصيات متعلقة بأكثر من محور، عندنا محور الكتب الدراسية، كذلك هناك توصيات خرجنا بها ما يتعلق بالمعلم. المناهج بشكل عام يعني الحمد لله احنا تطرقنا من أكثر من محور، يعني موضوع التحول من الأسلوب النمطي إلى الأسلوب التفاعلي وكذا من خلال ورش تم عرضها. خلصنا إلى أهمية أن يتم إشراك الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات في تأليف هذه المناهج الجديدة واطلاعهم على المستجدات في المناهج، أيضا إدخال التقنيات الحديثة وخاصة ما يتعلق بالأجهزة الحديثة التقنية داخل مدارسنا وفي مناهجنا حتى يتم إخراج جيل يهتم بعمله. إذن هناك حاجة ماسة اليوم لاستمرار العمل والسعي لتطوير المناهج لمواكبة المستجدات التربوية والعلمية الحديثة وبما ينسجم مع الأهداف التربوية المنشودة. اليوم ما طرح في الكويت في المؤتمر التربوي حول المناهج التربوية، أعتقد بأنه لامس المشكلة التربوية على مستوى الكويت والعالم العربي، والمحاور التي طرحت في هذا المؤتمر هي محاور جد هامة، و أستطيع أن أقول بأن التوصيات التي صدرت لن تفيد فقط دولة الكويت، بل سنحمل أنا وزميلاتي وزملائي في المنظمة العربية للتربية الموجودين في الكويت، سنحمل هذه التوصيات إلى مرجعياتنا في بلداننا لتعميمها على المناهج التربوية في بلداننا. إذن تطوير المناهج يتطلب تضافرا لكل الجهود من جميع أقطاب المنظومة التعليمية والتربوية للوصول لمناهج عصرية ومتطورة. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.